أنا شقيقة الأسير القسامي إبراهيم حامد. أخي إبراهيم حكمه 54 مؤبد. أبو علي إنسان طيب كثير، ذكي، فهمان، متعلم. تقدر أنت يعني إذا كانت معه أنت تقدر تقول تحزره، هل هو عالم أزهري، هل هو فيلسوف، هل هو مفكر، يعني ذو حنكة عالية، خفيف الظل، طيب الروح، حنون. من اعتقلوه كان عند طفل وطفلة، هينا الحمد لله الآن علي وسلمى تخرجوا من الجامعات ما شاء الله عليهم أبناء. إحنا دائما يعني كنا متخوفين عليه طبعا خلال فترة الحرب هاي اللي صارت، يعني طبعا قطعت زياراتنا، ما في زيارات، ما في اتصالات، يعني زي ما حكيت سوى إن إحنا يعني متطمن من خلال الأسرة اللي بتخرج من عندها. بس تفاجئنا مبارح في الإشي اللي صار لأبو علي، معذبين عذاب إشي مش طبيعي، يعني اللي حكى لنا إياه هذه شهادة أسير خرج من عندها، بيحكي إنه يعني فاتحين راسه وإن الدماء نازلة من راسه وإن منهق جدا من الضرب ومن التعذيب وإن يتبول الدماء ووضع صعب جدا جدا. إن شاء الله ربنا بفرجها عليه وبيطلع وبنقول حريته هو جميع الأسرة وقريبا إن شاء الله. فإن كان يعني الشيخ إبراهيم تنكل بهذا التنكيل غير من إخوانه، كما سمعنا عن الشيخ حسن يوسف وسمعنا عن باقي أخوة القادة إنه تنكل فيهم، فهذا من غل وقهر الاحتلال، هذا الاحتلال البغيض اللي جثم على صدورنا. يعني أنا الليلة اللي فاتت اتصل فيا أبو أدهم قدورة فارس، قال إحنا قلقانين مثل ما أنتوا قلقانين. فهذا قلق يعني يثور كل إنسان شريف وكل إنسان حي وكل إنسان عنده ضمير، إن كان من الشعب الفلسطيني أو غير الشعب الفلسطيني. كانت صفقة شليط كان اسمه مطروح على الطاولة، لما خرجت الصفقة وما خرجش معاها إجوا علي الصحفيين يوميتها قالوا لي هاي صفعة، قلت لهم لا، هاي صفقة شر في كل فلسطيني، لأن اللي خرجوا 350 مؤبد في صفقة شليط، وإحنا كل ما يخرج من سجون الاحتلال كل هذا شرف إلنا، والسجون شرف إلنا، والدفاع عن فلسطين نحن نكون من ولا شيء شرف إلنا، لأن وطننا وهي بلدنا. لما الواحد يطلع برا يقول لك أنت من وين، يقول له فلسطيني، تفتخر، تفتخر إنك فلسطيني، فهذا فخر إلنا وهذا زود عز إلنا. وأملنا في الله سبحانه وتعالى أنه يطلع بالصفقة هذه ويشوف مرته، شوف أولادته اللي ما بعرفهمش، بعد في هذه الروح وبعد في هذه الحيوية وبعد في هذه الحياة تتجدد إن شاء الله لكي يقوم التحرير، وهذول أهل شباب التحرير إن شاء الله رب العالمين.